السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد متعلق بالهجرة إلى كندا، طرحت مؤخرا بعض مواقع صالون الافتراضي للهجرة إلى كندا. فالموقع كما ترون هو كالشكل التالي، هناك 220 عارض زائد 20,000 زائر. الموقع سوف يفتح أبوابه الافتراضية يوم 11 و12 و13 من الشهر الجاري نوفمبر، كل يوم على ساعته. فمثلا يوم الأربعاء 11 نوفمبر سيكون على الساعة 4 توقيت المغربي، أما الجمعة يوم 13 نوفمبر سوف يكون على الساعة 10. أما اليوم 12 فيكون مخصصا لأصحاب الشركات. فحصريا هذا العام سيكون أكبر معرض مخصص للمهاجرين إلى كندا متاح عبر الإنترنت. حول هذا الحدث سيقام معرض هجرة في الأيام السابقة الذكر. يمكنك التسجيل الآن بالمجان، وندعوك لاكتشاف جميع الفرص والخدمات الحصرية التي يقدمها ما يقرب من 250 متخصص حاضرا للترحيب بك وتقديم المشورة لك وإرشادك. فهل تبحث عن وظيفة؟ هل تغيرك الحياة في المنطقة؟ هل تبحث عن تدريب لتحسين أو إعادة توجيه نفسك؟ هل تريد دعما لمساعدتك في إجراءات الهجرة أو الاستقرار الخاصة بك؟ أعثر على الإجابات لأسئلتك من العارضين في هذا الموقع. إذن في هذا البرنامج المؤتمرات ومنطقة تقييم اللغة والعديد من المجندين الرائدين في جميع المجالات. في هذا الموقع سوف يطرح لكم عدة تخصصات، فالمجالات كما ترون مجالات متعددة، من بينها الكوميرس دو ديتاي، توريزم، اوتيلغي، ايموبيليي، اسيورونس، اورغانيزم فينانسيي، سانتي، لابوراتوار فارماسوتيك، تكنولوجي دو لانفورماسيون، جيني، نوفيل تكنولوجي، لي ريجيون، مانيفاكتوريي، سيرفيس ا لا بيرسون، اي انسيونمون. يعني كيف ما كتشوفوا فمجموعة من الاختصاصات والخدمات المتوفرة في هذا المعرض ان شاء الله. ويمكنك التسجيل بالمجان بصفر دولار واخذ موعد سابق. سوف نريكم الطريقة، فهي جد سهلة، نضغط على سنسكريب. سوف تنبثق هذه الصفحة، ثم نختار عدد ليبي، دونك عندنا بي وحدة غراتوي. يعني كما تلاحظون فنهاية شراء البطاقات إلى غاية 13 نوفمبر. للإشارة فهذه البطاقات مجانية، غراتوي كما تلاحظون، غراتوي. دونك نضغط على سنسكريب. ثم نضع اسم خاص بنا مثلا، نضع الايميل،
عاوية الإيميل، ثم نختار اسم الذي سوف يظهر على البطاقة. سعيد جوزاني، نختار الإيميل. دائما نختار الإيميل الصحيح، ثم نختار ماذا نريد من هذا الحضور إلى هذا المعرض. نختار الاختيار الأول، je ne sais pas encore، أنا لا أعرف لحد الساعة. résident permanent يعني إقامة دائمة، travailleur temporaire يعني عمل مؤقت أو الدراسة. خامسا jeune promoteur أو stagiaire يعني متدرب. citoyen canadien يعني مواطن كندي. دونك نختار résident permanent. ثم نختار هذا الاختيار الثاني، اني داريفي يعني متى يمكنك الحضور. سوف نختار 2021، الشهر الذي يمكنك الحضور فيه. نختار جونفي او فيفري، الوقت الذي يناسبك. ثم نختار بلد الإقامة، نحن سوف نختار المغرب. sur quel sujet souhaitez-vous informer؟ يعني سوف نختار avoir des conseils sur votre recherche d'emploi، décrocher un emploi. نحن نبحث عن عمل. سوف نختار الخيار الأول، وبعدها souhaitez-vous bénéficier de conseils et d'informations utiles؟ يعني هل تريد إرسال لك معلومات عن هاد الصالونات، متى ستقام؟ نختار الخيار الأول نعم. ثم الخيار السؤال الثاني، voulez-vous lancer développer votre entreprise؟ إذا كان لديك شركة سوف تضغط نعم، إذا كان لا سوف تضغط لا. ثم سوف تضغط هذ الاختيارين لإرسالك المعلومات عن جميع الصالونات وتاريخها. ثم نضغط سانسكريت. صالون دونك هنا، ميرسي دو فوتر كوموند. دونك هذا هو الرمز كما تلاحظون، هذا هو الرمز البطاقة. صالون دو ميغراسيون اذن لانتيغراسيون او كيبيك، كما تلاحظون الايميل الذي تم ارساله البطاقة وتاريخ المعرض، تاريخ الحضور. دونك يوم الثلاثاء 11 نوفمبر على الساعة 11 الكندية، ويوم الجمعة 13 نوفمبر على الساعة 4 كندية، يعني الساعة 10 هي الساعة كما نقول الساعة 3 زوالا. نضيف 5 ساعات التوقيت المغربي، وبالإضافة إلى يوم الجمعة 16 سوف نضيف 5 ساعات، سوف تصبح 9. دونك هذا هو رقم الكوموند. دونك تم التسجيل بنجاح. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتضغطوا على زر لايك، وإذا كان لكم أي تعليقات أو أسئلة يمكن طرحها في تعليق، ونرجو التوفيق للجميع إن شاء الله.